كشف محمد خليل مدير عام الاتحاد الكويتي لكرة القدم عن تغيير موعد لقاء منتخب بلادي أمام مصر في إطار استعدادات الفراعنة للمشاركة في مونديال روسيا. وقال خليل إنه تم الاتفاق على تقديم موعد مباراة الكويت أمام مصر لمدة 24 ساعة لتقام في 25 من شهر مايو المقبل بدلاً من 26 من نفس الشهر. كما أوضح عضو اللجنة المنظمة للمباراة الودية إنها ستشهد تقريم نجم المنتخب الكويتي ولاعب السالمية السابق بشار عبد الله. وكان محمد خليل قد اجتمع مع أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم وإيهاب لهيطة مدير المنتخب لمناقشة الاستعدادات الخاصة بالمباراة. أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم خطاباً رسمياً إلى الجهات الأمنية من أجل زيادة عدد الجماهير في مباراتي نصف النهائي والنهائي ببطولة كأس مصر خلال الموسم الحالي. وطالب مسؤول الجبلية من الجهات الأمنية حضور 10,000 متفرج في مباراة نصف النهائي و20,000 متفرج في المباراة النهائية. وقال ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد كرة القدم إن مجلس الإدارة يرغب في استغلال نجاح حضور الجماهير في مباراة الأهلي مع الداخلية بالكأس من أجل زيادة الأعداد في المراحل النهائية. وكان النادي الأهلي قد تغلب على الداخلية بـ2 دون رد في دور 16 ليتأهل لمواجهة الأسيوطي سبورت يوم 30 إبريل الجاري في ربع نهائي كأس مصر. وإلى أخبار الألعاب الأخرى، حيث وجهت الفرق المشاركة في بطولة أفريقيا لكرة اليد الشكر للنادي الأهلي على الجولة الترفيهية السياحية التي نظمتها اللجنة العليا المنظمة للبطولة في منطقة الأهرامات اليوم الجمعة. وأكد لاعبو الفرق المختلفة على أن تنظيم الأهلي مثالي للغاية ويضاهي البطولات العالمية، وذلك ليس جديدا على النادي الأهلي صاحب التاريخ والشعبية الكبيرة في كل أنحاء أفريقيا. وأثنى الجميع على قيام اللجنة العليا المنظمة للبطولة بتوفير مرافقين لشرح المعالم الأثرية في منطقة الأهرامات بعدة لغات، إلى جانب توفير قوة أمنية لمرافقة تحركات الجميع، مما جعل الجولة تخرج بصورة مشرفة للغاية. تنظم اللجنة العليا المنظمة لبطولة الكؤوس الأفريقية لكرة اليد رجال وسيدات بالنادي الأهلي برئاسة محمد الجرحي عضو مجلس الإدارة اليوم الجمعة حفلاً لتبادل الدروع التذكارية بين وفود الفرق المشاركة في البطولة. ويقام الحفل في 7 من مساء اليوم بأحد الفنادق، ويحضره ممثلو الفرق المشاركة في البطولة الأفريقية إلى جانب مسؤولي الاتحاد الأفريقي ومسؤولي الاتحاد المصري لكرة اليد. وإلى أخبار محترفين في الخارج، والبداية مع محمد صلاح، حيث وجه النجم الإيفواري ديدي دروجبا مهاجم تشيلسي السابق رسالة لمحمد صلاح لاعب ليفربول بعدما أصبح الهداف الأفريقي في الدوري الإنجليزي. وكتب دروجبا عبر صفحته الشخصية انستجرام: الهداف الأفريقي الأخير للدوري الإنجليزي وصاحب الرقم القياسي، سيداتي آنساتي نقدم لكم محمد صلاح. يذكر أن دروجبا كان هداف اللاعبين الأفارقة في الدوري الإنجليزي برصيد 29 هدفاً، إلا أن صلاح استطاع أن يحطم نجم تشيلسي السابق بعدما سجل 30 هدفاً في الموسم الحالي. حصل هدف مؤمن زكريا لاعب الأهلي السعودي في شباك الجزيرة الإماراتي
على جائزة أفضل هدف في الأسبوع في الجولة السادسة من دوري أبطال أسيا في الاستفتاء الذي أطلقه الاتحاد الأسيوي منذ أيام. وكان زكريا قد أحرز هدفا ساهم في فوز الأهلي على نظيره الجزيرة الإماراتي بهدفين لهدف، وحصد زكريا اللقب على حساب منافسه لاعبه العين الإماراتي عمر عبد الرحمن عموري. وإلى جولة في الملاعب العالمية، حيث كشفت صحيفة إنديبندنت البريطانية عن رحيل الفرنسي أرسين فينجر المدير الفني الحالي لأرسنال بنهاية الموسم بعد أن تولى قيادة الفريق لمدة 22 عاما. وبعث فينجر رسالة عاطفية لجماهير أرسنال ينهي فيها مشواره الطويل والحافل مع فريقه، حيث قال في رسالته: بعد دراسة متأنية وبعد مناقشات مع النادي، أعتقد أنه الوقت أصبح مناسبا للتنحي عن منصبي. أنا ممتن لقيادة النادي لسنوات طويلة لا تنسى، وجاء قرار رحيله بعدما احتل الأرسنال المركز السادس برصيد 54 نقطة، وما زال الفريق ينافس على لقب الدوري الأوروبي والذي سيواجه فيه أتلتيكو مدريد بنصف النهائي يوم الخميس المقبل. ودع المصري محمد النني لاعب وسط نادي أرسنال الإنجليزي اليوم مدربه الفرنسي أرسين فينجر الذي قرر ترك منصبه كمدرب للجانرز نهاية الموسم. ونشر النني صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر معلقا عليها بالتحية للمدرب الفرنسي. يذكر أن فينجر تولى تدريب الجانرز منذ 22 عاما وخاض معه 823 مباراة في الدوري الإنجليزي، وذلك قبل مواجهة ويست هام يونايتد الأحد المقبل ضمن الجولة 35 من عمر البريمير ليج. كشفت صحيفة ماركا الأسبانية أن نادي ريال مدريد الأسباني غير مهتم بالدخول في صراع للحصول على خدمات البرازيلي نيمار دي سيلفا لاعب باريس سان جيرمان. وأكدت الصحيفة الأسبانية أن الملكي لن يتفاوض مع اللاعب البرازيلي إلا في حالتين، أولهما إذا أعرب نيمار عن رغبته في الرحيل عن الفريق الباريسي. وأشارت ماركا إلى أن الحالة الثانية هي اشتراط موافقة نادي العاصمة عن رحيل لاعبه، حينها سيفتح باب التفاوض وتقديم عرض يتناسب مع قيمة اللاعب البرازيلي والذي قد يبلغ 222 مليون أورو. كشفت الصحافة الأسبانية عن العروض الرسمية التي تلقاها قائد فريق برشلونة الأسباني ولاعب المنتخب الأسباني أندرياس إنييستا من الصين من أجل الانتقال إلى الدوري الصيني بعد نهاية الموسم الحالي. وذكرت صحيفة موندو ديبرتيفو الأسبانية أن أندرياس إنييستا أمامه عرضين في الوقت الحالي، العرض الأول من نادي شونجينج ليفان والآخر من فريق تيانجين كوانجيان، كما أن العرضين كبيرين ولكنهما متقاربان من الناحية المالية. ألقت صحيفة موندو ديبرتيفو الأسبانية الضوء على رقم قياسي ينتظر ميسي نجم برشلونة في مواجهة إشبيلية غدا السبت في نهائي كأس ملك إسبانيا. ويتساوى ميسي في الرقم القياسي بعدد الأهداف المسجلة في نهائيات كأس الملك مع تيمور زارا أسطورة أتلتيكو بلباو،
حيث أحرز كل منهم 5 أهداف في النهائيات. ويسعى ميسي لفض شراكته مع زارا غدا السبت عبر هز شباك إشبيلية، وذلك خلال اللقاء الذي سيقام على ملعب واندا ملعقل أتلتيكو مدريد. وقبل نهاية النشرة مع أخبار الأهلي في الصحف والمواقع، والبداية مع الأهرام. لجنة المسابقات تربك حسابات الأهلي. ومن الأخبار، الأهلي يحتفل بدرع الدوري بعد غد. وإلى الجمهورية، مجدي عبد الغني: الأهلي أقوى من الدوري المصري. ونطالع في المساء: الأهلي يوافق على تمديد إعارة فوزي الحناوي للاتحاد. ومن المصري اليوم: الأهلي باكا يشكو من كدمة في الرباط الداخلي للركبة. ومن موقع اليوم السابع: البدري يرفض رحيل أجاييه في الصيف رغم الإغراءات الأوروبية. ومن الوطن سبورت: الأهلي يبدأ محاولات جديدة لضم أفشة. ونطالع من موقع فيتو: الأهلي يختتم استعداداته غدا لمواجهة بتروجيت. ومن موقع الفجر: تأكد غياب باكا وتوفيق عن الأهلي أمام بتروجيت. وفي تصريح في موقع في الجول: تصعيد أيمن أشرف للفئة الأولى عدل. إلى هنا تنتهي النشرة الرياضية من قناة النادي الأهلي، قدمها لكم محمد سعيد. دمتم في أمان الله.